شكرا ليك زميلي أمير هشام. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، هنا من حفل تتويج وتسليم درع الدوري لإدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين بتحقيق النجمة الرابعة والبطولة رقم 40. وبالتالي في هذه اللحظات أنا معي دكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والحديث عن هذا التتويج وفوز الأهلي ببطولة الدوري العام، وخاصة أنه منذ أيام قليلة عاد من رحلة في أسبانيا وحضر المؤتمر صناعي كرة القدم مع نادي ريال مدريد. دكتور سراج، أولا برحب بيك وبقول لك الحمد لله على السلامة، حضرت مؤتمر مهم، وفي نفس الوقت بكلمك عن النهارده تتويج الاهلي والفوز ببطوله الدوري العام. شكرا جدا محمد، والله المقدمه الجميله دي، والحمد لله يعني الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي ولكل محبي النادي الاهلي في كل مكان في العالم. الفوز بالبطوله اكيد نتيجه صعاب وجهد موسم طويل وشغل كتير حصل على مدار هذا الموسم، هذا التتويج كيف تراه وتسليم؟ كنا نتمنى حضور الجمهور، لكن بالتاكيد خلال الفتره القادمه زي ما ذكر الكابتن محمود الخطيب هيبقى حضورهم مهم في الموسم القادم عندما يحقق الاهلي البطوله كما هو المعتاد بالنسبه للقلعه الحمراء. طبعا يعني ما فيش شك ان الجماهير هم اهم رمز للنادي الاهلي، واهم والاساس بتاع النادي الاهلي هو جماهيره. النادي الاهلي يمكن نجاحاته الكبيره اللي حققها على مدار تاريخه دي زي ما الكابتن الخطيب قال بالظبط، ان السند الحقيقي هو الجماهير النادي الاهلي، فاكيد يعني السعاده ناقصه بوجودهم يعني. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان هي تكون باذن الله الفتره القادمه زي ما الكابتن قال فتره قريبه جدا يكونوا موجودين معانا. احنا كنا بنعمل محاولات والكابتن عمل محاولات كتيره، يمكن الظروف بس يعني عطلت الدنيا شويه الاحداث اللي حصلت، بس نتمنى ان شاء الله ان هم يبقوا معانا في مبارياتنا، بيفرقوا مع نادي الاهلي جدا جدا، يبقوا معانا في احتفالاتنا، وهم دايما على الحلوه والمره مع النادي، فاحنا نتمنى ان شاء الله وجودهم معانا قريب باذن الله. بالتأكيد هذا الإنجاز وهذا الفوز بالبطولة دافع للجيل القادم وجهاز فني بيكمل المسيرة وتواصل أجيال مع أجهزة سابقة للمرحلة القادمة، لأن تارجت جمهور الأهلي الفترة القادمة بطولة الأفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية. طبعا يعني جماهير النادي الأهلي دايما عندها يعني زي النادي دايما الطموح ما بيتوقفش، ما فيش يعني سقف معين لطموح النادي الأهلي وجماهيره، فإن شاء الله الفترة الجاية نتمنى بإذن الله بطولة الأفريقية ترجع تاني النادي الأهلي. الحمد لله يعني هم حققوا موسم كبير، اللعيبه والجهاز الفني طبعا زي ما كابتن الخطيب شكر كابتن حسام بدري وكابتن سيد والمهندس محمود طاهر ومجلس السابق للنادي الاهلي، هم طبعا يعني حققوا انجاز كبير، وده طبعا هم شريك اساسي في البطوله دي، فباذن الله احنا هنواصل باذن الله، ونتمنى افريقيا هي دي البطوله الاهم لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله، ده الهدف يعني. اربط بقى الانجازات والبطولات يا دكتور سراج واحداث النادي الاهلي الفتره الاخيره، ولما حضرت وسافرت الى اسبانيا وحضرت مؤتمر صناعه كره القدم بدعوه من نادي ريال مدريد للنادي الاهلي، قيمه الاهلي التسويقيه وقيمته في الرعايه وحضورك لهذا المؤتمر، كيف كانت الاجواء وما هي تفاصيل هذا المؤتمر؟ لا والله الحمد لله المؤتمر ده مشي بشكل اكتر من رائع الحمد لله، كان الصدى بتاعه جيد جدا. دي كانت دعوه جايه من نادي ريال مدريد للنادي الاهلي، وكانت دعوه ليا ان انا امثل النادي الاهلي في المؤتمر وبمثل مصر وقاره افريقيا، لان المؤتمر ده كان هم جايبين اربع متحدثين من اربع قارات مختلفه من اسيا ومن امريكا الجنوبيه، كان عندنا رئيس الدوري المحترفين الارجنتيني، وكان معنا مدير التسويق في الدوري الاسباني من اوروبا، فالحمد لله كان حدث كبير، والحمد لله يمكن هناك انا استعرضت رؤيه كبيره يعني تاريخ النادي الاهلي، استعرضت قدام يمكن كان في جمع كبير من مسؤولي ريال مدريد ومسؤولين حول العالم، وكان في طلبه بتوع جامعه ريال مدريد، وكان في حضور كتير كبير جدا، عملت يمكن برزنتيشن عن تاريخ النادي الاهلي، عن الحاضر بتاع النادي الاهلي، عن مشروعات النادي الاهلي السابقه، ومنها يمكن قناه النادي الاهلي كان احد المشروعات الناجحه الحمد لله، واول نادي في افريقيا يعمل قناه تلفزيونيه، استعرضت برضو حقوق الرعايه ازاي بتتضاعف للنادي الاهلي وبتتزايد مع مرور الوقت، استعرضت رؤيتنا احنا المستقبليه كمجلس اداره ومشروعاتنا القادمه ان شاء الله. الحمد لله يعني يمكن برضو استعرضت التحديات اللي بتواجه النادي الاهلي في افريقيا، في بعض المصاعب اللي بتواجهنا في اكيد انت بتسافر مع الفريق كتير وبتشوف سواء الملاعب او يعني دي ما دي بتعطلك، انت عندك اكسبوجر كده هدف توصل للعالميه، وده اللي بيستحقه النادي الاهلي، فعشان توصل للعالمية لازم ان يبقى مفيش عوائق كتيرة بتقابلك، فاحنا يمكن في بعض العوائق في افريقيا دي استعرضت كمان التحديات اللي بتقابل الكرة العالمية، يمكن احنا دلوقتي في حتة الهيمنة رأس المال دي مسيطرة شوية في الكرة العالمية، الأندية التاريخية بدأت تقع شوية بسبب ده، الحمد لله كانت الفيدباك اكتر من رائع، احنا بنوصل رسالة للنادي الاهلي، بنحب النادي الاهلي يبقى اسمه ورسالته ومكانته موجوده في اكبر الاماكن، يمكن دي كانت برزنتيشن دي كانت في استاد سانتياغو برنابيو في اسبانيا في ريال مدريد، استاد ريال مدريد، فالحمد لله يعني مشيت بشكل كبير الحمد لله.
انا بشكرك دكتور سراج، وحدث مهم ودلق هي قيمه ومكانه النادي الاهلي في مش هقول في الوطن العربي لا في العالم اجمع. الحمد لله متشكر جدا محمد. شكرا. ده كان لقاء مهم جدا مع دكتور الدين واحنا بنتكلم مع صناعه كره القدم في اسبانيا في نادي ريال مدريد. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين خلال المرحله القادمه. لكن في هذه اللحظات انتقل الى زميلي امير هشام وحوار هام جدا مع كريم نيدفيد احد لاعبي النادي الاهلي. اليك الكلمه امير. مستمر